سيدنا صباح الخير عليكم، صباح النور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال، وإن شاء الله يعني جمعة مباركة عليكم وعلى جميع المتتبعين لنا، سواء يعني من داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، فكيف المتابعين بهذا المباشر المتابعين الكرام، هاد من الأجواء الصباحية وهاد البرد القارس اللي كتعرفوا مدينة تطوان صباحة هذا اليوم، وباش يعرف الجميع بأن اليوم هو أول يوم في فصل الشتاء. فمرحبا بفصل الشتاء ومرحبا بهذه الاجواء البارده، ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان هذا فصل الشتاء هذا يعني يمر في واحد الاجواء اللي هي اجواء ممطره، وربي يرزقنا يعني بامطار الخير امطار البركه. كما كتعرفوا يعني الجو في صباح مدينه تطوان يعني خصوصا يعني دابا حنا كنعيشوا يعني فتره ديال الشتاء، عندكم ولا كاين تساقطات ثلجيه، عندكم تساقطات مطريه، فانتما كتشوفوا يعني هذيك كما كتشوفوا واحد الطبابة نازلة على مدينة تطوان، هاديك هي كما كنسميوها حنايا، هاديك هي البرودة أولا السمرة، حنا كنعيطو لها السمرة، يعني كتكون السمرة نازلة عليك من الطبابة، فاعرف بأن يعني كان واحد البرد ماشي عادي هنا في مدينة تطوان صراحة. تا في المنزل ديالك وكتحس يعني بهاد البرد القارس هذا، غادي الإنسان دابا دخل فصل الشتاء خصو يستعدلو، خصو يستعدلو ويستعد يعني بواحد كما كنقولوا خصو يستعد له كما كيقولوا كما كنقولوا كما يعني معروف واحد المثل يعني كيقول لك استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو. فبالنسبه لي هاد البرودة هادي وهاد الجو هذا ديال فصل الشتاء والاجواء ديال فصل الشتاء، فالانسان يعني خصو يستعد له، يستعد له بواحد الشكل هو شكل كبير. صراحه اليوم كما كتعيش معنا يعني هاد الاجواء المتابعين الكرام يعني من مدينة تطوان، من قلب مدينة تطوان، خلال هاد الاجواء البريدة في اليوم الاول من فصل الشتاء، نطلب من الله سبحانه وتعالى ان هاد الجو ديال فصل الشتاء وهاد الاجواء ديال فصل الشتاء تمر يعني في واحد الجو اللي يكون يعني جو شتوي، طابع شتوي 100%. نطلب من الله سبحانه وتعالى انه يتقبل منا الاستغفار ديالنا، ويتقبل الدعاء ديال الاطفال، الدعاء ديال الشيوخ ووجه يعني الاطفال والدعاء كذلك، ويمن علينا بامطار الخير امطار البركه، يرحمنا بامطار الخير امطار البركه، لان الصراحه يعني تما كتشوفوا انتم الكرام يعني الجو كيفاش صافي، وكاين حنا في الشتاء دابا اول ايام الشتاء، الشتاء كذلك. فنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا بامطار الخير امطار البركه. اذا حنا معكم انتم الكرام يعني في هذا اليوم الاول من فصل الشتاء، فنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا بالشتوي من علينا بالشتوي ان شاء الله تعالى. هادشي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي المتمنيات ديالنا متابعينا الكرام. اذا كما قلت يعني الجو في تطوان سبحان الله ملي كنقربوا على ديك الطبابة كيفاش كتبان صراحة يعني كتبان سبحان الله يعني كتبان مضبة، كتبان ديك السمرة ناجلة على مدينة تطوان كما كتبان على مباشرة متابعينا الكرام. كما قلت هذه هي الأجواء ديال مدينة تطوان، هذه هي مدينة تطوان يعني على الصباح، حتى الطبابة ماشي عادية كما كتشوفوها، و برودة اللي صعيب هنا اليوم في مدينة تطوان هو البرودة. فطبعا يعني غنسولكم على كيفاش عامل الأجواء يعني باقي المدن المغربية. نطلبوا من انكم يعني تتجاوبوا معنا وتقولوا لنا يعني في الاجواء يعني في مدينه تطوان يعني كيفاش داير. فانتم في الصباح هذا متابعينا الكرام وتكونوا تشوفوا معنا هذه الاجواء اللي كتعرفها مدينه تطوان خلال يعني هذا البث المباشر. هذه الاجواء صباحية باردة هنا في المدينة متابعينا الكرام، وبرد قارس كتعرفوا مدينة تطوان يعني في هذا اليوم الأول من فصل الشتاء،
كما قلت يا ربي جعل هذا الفصل وهاد الشهر هذا واحد الفصل اللي هو يكون ممطر، هذا الشهر هذا يكون واحد الشهر ممطر ان شاء الله، وربي يرحمنا من طرف لطرف رقيق كذلك حتى تقدر تخدوش. فداخلين على واحد 45 يوم، ماشي سهلة، 45 يوم ديال فصل الشتاء، خصو يكون ربي من علينا بكل شيء فيه. فنطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا ويمن علينا بهذا التسخطات والطريق والمطار خير الورق. اذا متابعينا الكرام، هذه الاجواء ديال الصباح لمن تيطون، فكنشكركم على المتابعه وتوفير رعايه الله، حتى يولد اللقاء ان شاء الله.